وبمناسبه التوب فورم والفتره اللي هي النادي الاهلي بدا بيها الدوري العام ولاعب فرقه طنطا، كانوا تقريبا الفرقتين خلاص البدايه اللي احنا بنقول عليها ان بنستنى اسبوع والتاني والتالت والرابع ومش عارف يخشوا في فورم مباريات على الاسبوع السادس ولا السابع، كانوا في الدور الاولاني يا كابتن هاني، دخلوا في فورم مباريات ومع ذلك النادي الاهلي كسب 5-0 مع الرقفه. هل ممكن نشوف ده النهارده كمان قبل ما نخش على التشكيل؟ وارد يا كابتن طبعا، وارد النهارده النادي الاهلي ينزل زي ما حضرتك قلت الماتش، ممكن النادي الاهلي هو اللي في ايده الموضوع، هو اللي في ايده زمام الامور ان هو يسهل الماتش من اوله او يصعب الماتش. وارد جدا وطبيعي، ولازم النادي الاهلي النهارده لما يبدا المباراه لازم برده يحرز، يحاول ان هو يحرز هدف من اول المباراه، لان دي هتسهل كتير على النادي الاهلي. نادي طنطا زي ما الكباتن كلهم كلموا ان خلاص ما فيش عندهم حاجه يخسروها، هم تقريبا يعني رسمي تقريبا ان هم نزلوا مباراه الاهلي النهارده ما هي الا يعني تلميع للعيبه، كل واحد عايز النهارده يبذل اقصى مجهود عنده، عايز يسوق نفسه بطريقه كويسه. شايف ان المباراه برده ممكن تتصعب، يعني ممكن تتصعب النهارده لو النادي الاهلي ما خدش الامور بجديه، واعتقد النادي الاهلي هياخد الامور بجديه جدا، لان اللعيبه كلها اللي موجوده عندك كهربا كابتن ايمن لسه برده ده تاني ماتش ليه، لسه راجع وشفناه الماتش اللي فات ما شاء الله عليه، يعني بيحاول ان هو عايز يثبت نفسه بشكل كبير وباسرع وقت ممكن على اساس ان هو يبقى موجود ان شاء الله في مباراه الوداد. اللعيبه كلها زي ما الكابتن عادل قال برده، اللعيبه كلها عايزه كل واحد يثبت مكانه وكابتن ايمن في التشكيل، لان طبعا مباراه الوداد دي بالنسبه للاعيبه الاهلي برده مباراه مهمه جدا، وانا كلاعب لما اكون موجود في مباراه سيمي فاينال لبطوله افريقيا في دي حاجه طبعا كبيره جدا وحاجه مهمه جدا، بس اهم حاجه لما اكون موجود لازم تبقى جاهز بدنيا وجاهز ذهنيا وجاهز نفسيا وكل حاجه، لكن لان المباراه دي يعني خلاص هي مباراتين هتوصل للنهايه، هتوصل للنهايه خلاص الموضوع منتهي يعني، يعني شايف ان جماهير النادي الاهلي كلها مستنيه البطوله دي زي ما انت شايف طبعا على السوشيال ميديا، الناس كلها بتتكلم والناس كلها مهتمه جدا بالمباراه دي، فاتمنى ان النهارده الراجل، انا شايف التشكيل طبعا مش هنتكلم في التشكيل دلوقتي هنتكلم بعدين، التشكيل هو تقريبا في بعض 2 أو 3 لعيبه بس هم اللي اتغيروا، انا شايف ان الراجل بدا يركز تاني وبدا يخش في عموما يا كابتن هاني احنا هنقول التشكيل تمام. تشكيل النادي الاهلي النهارده هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، وعلى اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، واثنين في القلب رامي ربيعه وايمن اشرف، خط اداره مره ثانيه محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، واثنين في القلب رامي ربيعه وايمن اشرف، قدامهم اثنين في نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه، حمدي فتحي وعمرو السوليه، قدامهم ثلاثه احمد الشيخ ناحيه اليمين، جونيور اجايير في النص، محمود كهربا ناحيه الشمال، وراس حربه وحيد قدام مروان محسن. نقول التشكيل مره ثانيه، محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السوليه، احمد الشيخ، جونيور اجايير، محمود كهربا، مروان محسن. هنتكلم مع نجومنا النهارده عن رايهم في التشكيل ولكن بعد الفاصل.